هرجع للنقطة اللي بعد كده، السياسات المالية، عشان بس ما اطولش وما اخدش وقت طويل. السياسات المالية بتترجم في 3 مؤشرات، يعني اي واحد عاوز يتابع وضع السياسات المالية في الدولة يبص على 3 مؤشرات. المؤشر الاول هو الدولة دي بتعمل عجز اولي ولا فائض اولي. يعني ايه عجز اولي او فائض اولي؟ عندها ايرادات تقدر تغطي لها انفاقها ما عدا خدمة الدين. انسى خدمة الدين شوية. عندها ايرادات تدفع مرتبات ومعاشات وتشغل دولاب العمل وتعمل استثمارات وتعمل دعم وتصرف، ولا بتستلف علشان تعمل الكلام ده؟ مصر قعدت فوق 20 سنة عندها عجز اولي. والعجز الاولي بقيسه ازاي؟ الفرق بين الايرادات والمصروفات بتاع الدولة باستبعاد خدمة الدين، الفوائد وما الى ذلك. القيمة دي الفرق بين الاثنين دول، يعني المصروفات اكتر، بقسم الفرق ده على الناتج المحلي. ولذلك لازم يطلع، يعني عشان تعرفه لازم تقيسه كنسبة من الناتج المحلي. الناتج المحلي هو ما انتجه المجتمع خلال سنة. مصر قعدت 20 سنة بيتراوح ما بين 3 إلى 5% عجز اولي. يدوب بقالها 5 سنين بتعمل فائض اولي. اخرهم 30/6 اللي خلص ده. في 30/6 الماضي ده عملنا فائض اولي 1.7%. يعني جبنا ايرادات غطت مصروفات الدولة ما عدا خدمة الدين، وفضل جزء قسمناه على الناتج المحلي ادانا 1.7. هل المؤشر ده كويس؟ ايوه، لانه مش كتير من دول العالم بتقدر تعمل فائض اولي، بل بالعكس الغالبية بتعمل عجز اولي. فده اول مؤشر. المؤشر الثاني بيسميه العجز الكلي. يقول لك ايه؟ هات لي بقى انت الموازنه كلها على بعضها، الموازنه كلها على بعضها، ايرادات ومصروفات بما فيها خدمه الدين، واطرح لي الايرادات من المصروفات. والفرق ده بيسميه عجز كلي بقى بما فيه خدمه الدين، عجز كلي. واقسمه على الناتج وقول لي العجز بتاعك الكلي بتاع الموازنه قد ايه؟ احنا من 7 سنين كان عجزنا الكلي تقريبا 13%، 12.9. خلاص؟ قعدنا ننزل بيه لغايه ما قفلنا في 30/6 اللي فات ده. في 30/6 اللي فات ده العجز الكلي للموازنه 6.2. وعلى فكره السنه اللي قبليه كان 6.1. وعلى فكره كان المفروض السنه دي وفقا للموازنه كان يبقى 6.1. لكن طبعا الظروف اللي بنمر بيها ملخبطه حاجات كتيره جدا، ولولا اللخبطه دي كان زماننا تحت 5%. ادي تاني مؤشر. برضه واحد يقول لي طب هو ده يعني الستة وواحد ولا الستة واتنين اللي انت بتقول دي حاجه كويسه يعني ولا حاجه مش كويسه؟ بالمقارنه باللي كنت فيه ده 50%، خفضت 50%. مفيش دول في العالم، يعني انا مش متذكر دوله بتعمل فائض اولي غير اللي شفناه خلال الفتره الاخيره في بعض الدول الخليجيه، لانه عنده ايرادات فبدا يعمل فائض للموازنه. لكن لو شفت قبل كده في فتره كورونا وما قبلها لا، كان بيعمل عجز. فقليل من دول العالم اللي بتعمل فائض في الموازنه، الغالبيه بيعمل عجز. الاتحاد الاوروبي عشان يدخل دوله عنده في الاتحاد ان العجز ما يتعداش 3%. احنا كنا حاطين خطه ان السنه دي نكون 4.5. قبل الازمه بتاعت كورونا كنا ماشيين بنخفض العجز. فانيوي في ظل الظروف اللي بنمر بيها يعتبر تخفيض العجز على مدار 7 سنين بمقدار 50% برضه مؤشر كويس. المؤشر الثالث هو مؤشر الدين. الدين بتاع عجزة الموازنه، لانه الدين ده اللي انا باخد من ايرادات الدوله وبسدد. وهنا انا مؤشر الدين عندي فيه جزئيتين، جزء الفوائد وجزء اقساط الدين. عامة الدين بيقاس برضه نفس الوضع، هو احنا علينا كام؟ منسوب للناتج المحلي. انا قبل ما اقول في 30/6 اللي هو اللي فات ده او حتى السنه اللي قبلها احنا وضعنا ايه، انا اقول لحضراتكم احنا عملنا دراسه. هو الدين بتاع جزء الموازنه للناتج على مدار حاجه و40 سنه تقريبا 42 سنه اقل نسبه كانت فيه كام واكبر نسبه فيه كام؟ اقل نسبه على مدار 42 سنه كانت 79.8. دي كانت اقل نسبه شهادتها مصر على مدار 42 سنه. اكبر نسبه كانت 158%، يعني الدين مقسوم على الناتج المحلي كان 158%. وانا اعتقد دي النسبه اللي بدا بيها الرئيس مبارك الله يرحمه بعد
ما استلم رئيس السادات لانه كنا خارجين من حرب علينا ظروف صعبه جدا جدا بعد حرب 73 وما الى ذلك، وكان علينا ديون عسكريه وديون لدول الخليج وعلينا ديون للاتحاد الاوروبي. الديون دي لم تسقط الا مع حرب الخليج، في حرب الخليج سقطت الديون العسكريه عن مصر، الدول الخليجيه اسقطت الديون بتاعتها عن مصر، والدول الاوروبيه قالت طب انا اقعد معاكم في نادي باريس وخفضوا لنا 50% من الديون اللي كانت علينا، وال 50% الثانيه عملوها لنا على فتره طويله ما زال لغايه هذه اللحظه بنسدد فيها، فاضل فيها مليار دولار او يعني فاضل فيها جزء بسيط يعني ما زلنا بنسدد فيها. طيب احنا اكبر دين شفناه يعني خلال الفتره الماضيه كان من حوالي برضو 7 سنين، وانا يمكن ممكن اقف ونكمل الباقي في المناقشات عشان ما اطولش اكتر من كده، كان 102.8، ده كان من حوالي 7 سنين، 102.8. الدين مقسوم على الناتج المحلي بتاع اجهزه الموازنه العامة للدوله اللي انا بخدم عليه من ايرادات الدوله، قعدنا نخفض فيه لغايه ما وصلنا، احنا كان لينا هدف ننزل بيه 75، وكان الهدف في الوقت ده فعلا قعدنا ننزل بيه في 30/6/2020 كان اقل رقم كان 80.8. 80.8، وعلى فكره 30/6/2020 خدنا من مارس لغايه يونيو فتره كورونا، لولا الفتره دي كمان كنا نزلنا تحت 80. ليه؟ الفتره دي بدات ايرادات مصر تقل لانه كانت كورونا قفلنا، السياحه قفلت بالكامل بالكامل، كل فنادق ومنتجعات مصر قفلت، السياح روحوا بلدهم، المواني قفلت، المصانع مش عارف ايه، لازم الناس تروح ده، كل ده خفض ايرادات مصر في الربع الاخير او الثلث الاخير من السنه 200 مليار جنيه، واضطرينا بسرعه نخصص انفاق علشان العماله عشان المتطلبات الطبيه وما الى ذلك، فحصل اضطراب. الاضطراب ده نتج عنه ان انا ما حدش الهدف ان انزل تحت 80%، ولكني كان ده اقل 80.8. للاسف الشديد مع كورونا كان عندنا مساحات كويسه وكان وضعنا الاقتصادي بدا يتحسن، حتى وضع العمله يعني الناس اثناء فتره كورونا ما قاست يعني ما كانش فيه يعني تعب نقص سلع او ارتفاع اسعار سلع، لانه المساحه اللي كانت عندي في الموازنه واللي كانت في الاقتصاد نتيجه اقتصادي بدات اخدها في ان انا احرك الدنيا. وكان الامل ان ربنا يكرمنا نخرج من كورونا نبدا عمليه تعافي، وهذا لم يحدث. احنا خدنا السنتين بتوع كورونا قبل ما نقول ده الفاكسين خلاص وجدناه وما الى ذلك، حصلت موجه تضخميه عاتيه، حصل اضطراب في سلاسل الامداد، حصلت حرب ما زالت شغاله، كل ده عمل لنا دربكه، لانه معاها بدات اسعار المواد البتروليه تضعف، بدات اسعار القمح تبقى اكتر من الضعفين، بدات اسعار المواد الخام تزداد، بدات اسعار الشحن تزيد، بدا مع الحرب كمان احنا كنا معتمدين على السوق الروسي والاوكراني في القمح وفي السياحه، نقصت السياحه جامد جدا جدا، بدا هجره اموال نتيجه لارتفاع اسعار الفايده في اوروبا وامريكا، كل ده عمل لنا دربكه، كانت انعكست في ايه؟ ان الدين للناتج بدا يزيد لغايه ما في 30/6/22 وصل ل 87.4. اخذ في الاعتبار الدين جزئين محلي واجنبي، الجزء اللي هو بالعمله الصعبه فيه سواء للدين للسوق المحلي او للسوق الخارجي عندنا 110 مليار دولار، حوالي 82 مليار دولار للخارج والباقي لجهزه يعني او لمؤسسات داخل الدوله المصريه. ده مشكلته لما بيتغير سعر الصرف وتعيد تقييمه يرفع الدين. فاول جزئيه شهدتها كانت حوالي 5% زياده في 30/6/22 نتيجه تغير سعر الصرف من 15.6 الى حوالي 19. ثم من 1/7/22 الى 1/7 او 30/6/23 سعر الصرف من 19 بقى قيمته في 30/6 مركز مالي الاخير حوالي 30.9. ده عمل معايا زياده في الدين 13% من الناتج المحلي، لما تاخد الفرق ده تضربه في 110 يطلع لك قيمه حوالي 1.3 مليار جنيه، 1.3 تريليون جنيه، 1.3 تقسمه على الناتج المحلي يزود لك الدين، مش انت ما استلفتش زياده، انت ما استلفتش زياده، هو عاد التقييم سعر صرف بالنسبه للجزء اللي هو الخارجي،
وبالتالي فالدين في 30/6 اللي هو 23 لسه ما طلعناش الناتج بتاعه، لكن هو هيبقى 97 بلس اور ماينس 1، يعني بزياده او نقصان 1، لا لشيء الا لانه في 13% ناتج عن اعاده تقييم الجزء اللي بالعمله صار. انا لو حيدت ال 13% دول اللي هم بس خلال السنه ال 97 بلس اور ماينس 1 اشيلها انزل ل 84.